بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. العلماء ورثة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله التي أهداها للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمة المهداة، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. العنوان الذي معنا عنوان ضخم يحتاج إلى علم، ولكن نحن نساهم فيه بقدر استطاعتنا، وإلا فالعنوان عنوان ضخم: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمع نبي من النبأ، وهو الإخبار، لأن النبي مخبر عن الله سبحانه وتعالى، وقيل من النبوة وهي الارتفاع لعلو منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن رحمة الله جل وعلا أنه لم يترك البشرية تتخبط في الجهل ويتسلط عليها شياطين الإنس والجن ويصرفوها عن الصراط المستقيم، بل إنه تفضل على البشرية بإرسال الرسل والأنبياء يتتابعون في كل أمة وفي كل جيل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفرق ما بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو يبعث بشرع من قبله ولا يوحى إليه بشرع مستقل، وإنما يسير على شريعة من قبله من الأنبياء، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم يسيرون على أثر موسى عليه الصلاة والسلام، وكتابهم التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. الإنجيل مكمل، والزبور مكملة، لكن الأساس هو التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وأما التبليغ فكل من النبي والرسول كلاهما يبلغ، لكن الرسول يبلغ بشرع أوحي إليه ولا يبعث بشرع من قبله، وأما النبي فهو يبلغ شريعة من قبله. هذا هو فرق ما بينهم. فلا يستغرب بعض الناس يقولون: كيف يقال الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ؟ لا، التبليغ مأمور به الجميع، حتى العلماء يبلغون: بلغوا عني ولو آية. لكن المبلغ، الشأن في المبلغ، هل هو وحي جديد شريعة جديدة، أو هو وحي قديم يسير على نهج رسول مرسل من قبل؟ هذا هو الفرق بينهما. فلا يلتبس علينا هذا التعريف. وكان الأنبياء يتتابعون، كلما هلك نبي خلفه نبي حسب حاجة البشرية، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة وينزل عليه كتاب وشريعة خاصة بأمته، ثم يبعث رسول آخر وينسخ الشرع السابق بشريعة النبي اللاحق، لأن حاجة البشرية تختلف والأمم حاجتها تختلف. لذلك الشرائع وإن اتفقت في الأصل على عبادة الله عز وجل، لكن اختلفت في الأحكام: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فلما كان خاتم النبيين ولا يأتي بعده نبي، صارت شريعته عامة للبشرية وللجن والإنس عليه الصلاة والسلام، ورسالته إلى الثقلين الجن والإنس
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة، بينما كان الأنبياء من قبله كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فالبشرية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بحاجة إلى نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليست بحاجة إلى شريعة غير شريعة الإسلام، لأنها شاملة وكاملة وصالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الإسلام كاملة وشاملة وصالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل إلى أن تقوم الساعة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعده. والله جل وعلا يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كذاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سيكون كذابون 30 كل يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن صدق المتنبئين فهو كافر أيضا. من صدق من يدعي النبوة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع الأمة على أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وليست البشرية بحاجة إلى نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليست بحاجة إلى شريعة بعد شريعة الإسلام، لأن الله جعلها شاملة وكاملة وصالحة لكل زمان ومكان. هذا هو السر في كونه لا يبعث نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان لا يبعث نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة بحاجة إلى التبليغ، فمن الذي يقوم مقام النبي في تبليغها للناس وتوضيحها للناس؟ هم العلماء، هم العلماء. فالأمة الآن بحاجة إلى العلماء، وليست بحاجة إلى رسل أو أنبياء، وإنما هي بحاجة إلى العلماء الذين يبلغون هذه الشريعة ويوصلونها للناس بأمانة وإخلاص. فالأمة بحاجة إلى العلماء الذين يرثون الأنبياء. يرثونهم في أي شيء؟ يرثونهم بالنبوة؟ لا، لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يرثونهم بالعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء إنما يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء، ولا يرثون النبوة، لأن النبوة اصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم لا يرثون النبوة، وإنما يرثون العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من أجل أن يجمع الدنيا أو أن يعلم الناس طرق التجارة والكسب والزراعة والطب، ما جاء لأجل هذا. هذا يدركه الناس بدون الأنبياء، يدركونه بحكم تجاربهم وحاجتهم وخبراتهم. هذا أمر دنيوي، وليس هذا هو العلم. هذا علم محدود، علم محدود، علم حرفي للحرفة والكسب كالطب والصناعة والهندسة وغير ذلك. ولهذا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا علم دنيوي تعلمه الناس بدونه، ولا يسمى بالعلم المطلق. العلم المطلق هو العلم الشرعي. فالعلم الذي ورثه العلماء هو العلم
الشرعي الحلال والحرام والواجب والمحرم والمستحب وتفاصيل الأحكام. هذا هو العلم الذي ورثه العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق العلم فيراد به هذا، إذا مدح العلم وأثني عليه وعلى أهله يراد به هذا العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لم يورثوا دينارا ولا درهما، نقود. الدينار هو الذهب، هو النقد المصنوع من الذهب يسمى دينار، والنقد المصنوع من الفضة يسمى درهم. فالأنبياء ما جاءوا من أجل تعليم الدنيا وكسب الدنيا، وإنما جاءوا من أجل العلم الشرعي يبلغونه للناس ويدعونهم إليه، فالذي يخلفهم في هذا بعد وفاتهم، لأن الله كتب الموت على بني البشر، كتب الموت، كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالأنبياء يموتون والرسل يموتون، والبقاء لله سبحانه وتعالى. فلما كان الأنبياء يموتون فمن الذي يخلفهم في أداء مهمتهم بعد موتهم؟ هم العلماء. فالعلماء خلفاء الأنبياء، يتحملون علمهم، يتعلمونه، ثم يحفظونه ويصونونه من الدخيل، من التحريف والكذب والدس، يصونونه، ينقلونه بأمانة حتى يبلغوه للناس كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهي مهمة عظيمة، وراثة الأنبياء مهمة عظيمة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وتوفاه الله كما يتوفى قبله من الأنبياء، وأنه لا يأتي نبي بعده، فإن العلماء يقومون مقامه في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله إلى آخر المهمات النبوية يقومون بها. قد قال صلى الله عليه وسلم: كان الأمم السابقة تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فلما كان هو خاتم النبيين وأنه مات، فلم ينقطع الخير ولله الحمد بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخير الذي جاء به موجود ومتوفر، لكنه يحتاج إلى حملة، يحتاج إلى من يحمله، ويحتاج إلى من يحفظه ويصونه، ويحتاج إلى من يبلغه بأمانة. فهذه مهمة العلماء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختار الله علماء من هذه الأمة، حقق الله فيهم وراثة النبي صلى الله عليه وسلم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لا تخلو الأرض من العلماء الذين يقومون ويبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، وإن كانوا يقلون أحيانا ويكثرون أحيانا، خصوصا في آخر الزمان فإنهم يقلون، ويتخذ الناس بدلهم رؤوسا جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا يقال لهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، أهل الحديث الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا سنته وحفظوها وصانوها ووضحوها وبينوها وبلغوها للناس، فتحقق فيهم هذا الوعد الكريم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما في الحديث، ورثتهم في العلم وليسوا ورثتهم في المال، لأن الإرث على قسمين: إرث بالمال وإرث بالعلم. الإرث بالعلم هذا لا يكون إلا للأنبياء، وأما الإرث بالمال هذا يتوارث الناس الأموال بينهم وحطام الدنيا يتوارثونه. فقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، نستفيد منه أمورا كثيرة. أولا نستفيد من شرف العلماء وفضل العلماء على غيرهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله يرفع المؤمنين ويرفع أهل العلم درجات، درجات لا يعلمها إلا الله، وتتفاوت هذه الدرجات، بعضها أرفع من بعض، لأن العلماء يتفاوتون في علمهم وفي عملهم وفي إيمانهم، فالله يرفعهم درجات على غيرهم من الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعروف أن الفرق بين القمر وبين الكوكب: القمر يضيء الكون ويسير الناس عليه في أسفارهم، وأما النجم فإنه لا يضيء للناس. نعم، هو علامة يهتدى بها في الطريق، علامات وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر سيرون على النجم، لكن هو لا يضيء مثل ما يضيء القمر. فالقمر ضوءه يتعدى وينتفع به الناس، كذلك العالم يضيء وضياؤه يتعدى وينتفع به الناس، خلاف النجم فإنه ضوءه قاصر عليه. فهذا فيه الفرق بين العالم والعابد، هذا العابد، فكيف بغير العابد؟ ففضل العلماء واضح. هذا شيء. الشيء الثاني يقتضي هذا الأمر من الناس أن يجلوا العلماء ويعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم وأن لا يتنقصوهم، فإن من تنقص العالم حرم من علمه، حرم من علمه، وأيضا من تنقص العالم فإنه حري أن يصاب بالنفاق. ولهذا لما قال قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتنقص العلماء والحط من قدرهم هذا فيه خطورة عظيمة، أن الإنسان قد يرتد عن دينه بسبب ذلك، وإن لم يرتد فقد اكتسب إثما عظيما ويحرم من علم العلماء. فيجب احترام العلماء وتوقير العلماء العاملين ومعرفة فضلهم، لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا تنقصهم أحد فقد تنقص المورث وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تنقصهم من أجل علمهم. أما إذا تنقصهم من أجل أشخاصهم فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا يجوز احتقار المسلم فضلا عن العالم، لا يجوز احتقار المسلم، تنقص المسلم
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلا يجوز تنقص المسلمين عموما، وتنقص العلماء أشد إثما وأشد تحريما، لأنهم ورثة الأنبياء، يجب احترامهم توقيرهم والاستفادة من علمهم والفرح بوجودهم، لأن وجودهم دليل على الخير، والناس يرجعون إليهم في المهمات والملمات والمشكلات يرجعون إلى أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم المرجع للأمة، كما كان النبي صلى الله عليه كما كان الصحابة يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإن المسلمين يراجعون العلماء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على الأمة احترام العلماء، توقيرهم وعدم تنقصهم والكلام فيهم، لأن نسمع الآن أو نقرأ في الصحف تنقصا للعلماء، حتى الأموات لم يسلموا من بعض الصحف، تتنقص العلماء حتى الأموات، تتهمهم بالغلو والتطرف والتكفير وإلى آخره، ويتداول بالمجالس تناول العلماء والكلام فيهم والوقيعة فيهم، وأنهم مقصرون وأنهم علماء سلطة وأنهم مداهنون وأنهم وأنهم إلى آخر ما يقال. فهذا أمر فظيع ولا يجوز ويجب إنكاره. ولما سمع شاب من الصحابة كان جالسا في المجلس الذي قالوا فيه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، مع أن الذي قاله واحد والبقية يستمعون ولا أنكروا عليه إلا هذا الشاب، قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، وأنزل الله عليه هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يجوز الكلام في العلماء. لا نقول إن العالم معصوم ولا يقع منه خطأ، هو بشر، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن ما يؤخذ من خطئه تنقصا له أو كلاما فيه في المجالس، هذه غيبة، هذه أشد أنواع الغيبة. الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه غيبة العموم، فكيف بغيبة العلماء؟ لحوم العلماء مسمومة، كما في كلام بعض أئمة العلم أن لحوم العلماء مسمومة، يعني من أكلها فإنه يصاب، والمراد أكل اللحوم ولا يأكل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أكرهتموه، ليس المراد الأكل الحقيقي أنه يأكل لحم الإنسان، وإنما أن هذا بمنزلة من أكل لحمه، بمنزلة من أكل لحم أخيه الميت، فهو أكل لحمه بالغيبة والنميمة. وهذا أمر يتساهل فيه بعض الناس أو بعض العوام أو بعض حتى طلاب العلم الذين عندهم غيره حماس شديد، حتى إنهم يتكلمون بالعلماء ويتهمونهم بالتقصير ويرخصونهم على الناس
يزهدون الناس فيهم، يقولون هؤلاء علماء وظائف، علماء مناصب، إلى آخر ما يقولون، من أجل أن يفصلوا الناس عن العلماء. ربما يكون هذا قصدهم، قصد سيء، ليفصلوا الناس عن العلماء فلا يثقون بعلمائهم. وإذا لم يثق الناس بالعلماء فبمن يثقون؟ هناك من لا قد يكون قصده كذا، يعني فصل الناس عن العلماء، لكن عمله ذا يؤدي إلى فصل الناس عن العلماء وإن لم يقصد. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن الغيبة عموما وعن غيبة العلماء خصوصا. ومن رأى على عالم خطأ فإنه يتأكد منه أولا، تأكد هل هو خطأ وليس بخطأ أو فهمه قاصر، فإذا تبين له ثبت أنه خطأ يناصح ذلك العالم فيما بينه وبينه، لا يتحدث فيه بالمجالس، وإنما يناصحه سرا بينه وبينه، يوصل إليه النصيحة، هذا هو المطلوب. فقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، هذا يقتضي من الناس أن يجلوا علماءهم وأن يحترموهم وأن يقتدوا بهم وأن يرجعوا إليهم عند المشكلات في دينهم وحتى في دنياهم. إذا اختصموا أو تشاجروا في شيء من أمور الدنيا يرجعون إلى العلماء ليحلوا مشاكلهم، إما بالصلح وإما بالقضاء. العلماء هم المرجع للأمة، فكيف نحط من قدرهم ونتنقصهم، نتكلم فيهم في المجالس ونزهد الناس فيهم ونألب قلوب الناس ضد العلماء؟ هذا أمر يجب التفطن له، ولا يقال إن هذا من باب إنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه. ولا يقال إن هذا من الغيرة على الدين، ما هي هذه هي الغيرة على الدين، هذا يزيد البلاء بلاء. ويستغل هذا الفجار وأعداء الدين، يستغلون هذا من أجل أن يفصلوا الأمة عن علمائها حتى يتسنى لهم إضلال الناس. وإذا قال العالم نصيحة أو كلاما لا يصدقونه ولا يثقون به، ويقولون أنه ما يفهم ولا يفهم فقه الواقع، ولا عنده ما عنده علم بالواقع ولا عنده علم بالأمور، ولا يتنقصونه ويتهمونه بالبلادة والبلاهة وعدم الإدراك وإلى غير ذلك. هذه بلية يعيشها كثير من الناس اليوم، هذا الشيء. الشيء الثاني، ماذا يجب على العلماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال العلماء ورثة الأنبياء، هذا معناه تنبيه للعلماء أن يعرفوا مكانهم وأن يعرفوا مهمتهم وأن يعدوا لها عدتها. لأنك إذا صرت وارث للنبي فهذا يقتضي أن تهتم بهذه الوراثة وهذا الأمر، وأن تعد له عدته. فيجب على العالم أولا أن يعتني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعتني بسنة الرسول وما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث، ويعتني بما جاء به الرسول عموما من السنة ومن القرآن، يعتني بما جاء به الرسول من القرآن من الكتاب ومن السنة. وليس العناية بالقرآن أو بالسنة معناها الحفظ فقط، ولكن الحفظ والفقه، الفقه فيما حفظ والفقه في الكتاب والسنة. ما يكفي أن الإنسان يحفظ البخاري ومسلم ويحفظ جامع الأصول ويحفظ، ما يكفي هذا، ولا يعد عالما بهذا، يعد نسخة من النسخ. إنما المطلوب الفهم والفقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد من الحفظ، لأن الحفظ وسيلة وليس غاية، لا بد من الحفظ ولا بد من الفهم والفقه في الكتاب والسنة حتى يكون عالما بحق، عالما بالنصوص، حافظا لها بأمانة، وفقيها في معانيها وما تدل عليه
من أحكام. فهذه مهمة العالم، أولا أن يهتم بتلقي العلم بأمانة واهتمام، ثانيا عليه إذا تعلم العلم حفظا وفهما رواية ودراية، هذه مرحلة أولى وهي وسيلة وليست غاية. الغاية أنه يعمل بعلمه، أنه يعمل بعلمه وما علمه الله. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعليه أولا في نفسه أن يعمل بعلمه، وأن لا يكون من الذين قال الله فيهم أو مثل الذين قال الله فيهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. علماء حملت علم، لكن لما لم يعملوا بعلمهم شبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها، يحفظها ويتعب في حفظها لكنه ما يدري ما فيها، وإن درى لا يعمل بما فيها، فهو مجرد ناقل مثل الحمار اللي يحمل الأثقال ولا يستفيد منها. وقال في قصة بلعام: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، إلى أن قال: فمثله كمثل الكلب، شبهه الله بالكلب مع أنه عالم. لماذا؟ لأنه لم يقم بوظيفة العلم، بل إنه خان العلم، نسأل الله العافية. فالعالم إذا تعلم العلم ينبغي أن يهتم بنقله وتبليغه للناس، وأن يعمل به هو في نفسه قبل كل شيء، قبل الناس، أن يعمل هو. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا مناف للعقل كما أنه مناف للشرع. وعلى العالم كذلك إذا علمه الله شيئا من العلم عليه أن لا يقف عند حد ويقول: أنا انتهيت وبلغت الغاية، بل عليه أن يواصل، لأن ما خفي عليه من العلم أكثر مما علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. فلا يقف عند أول مرحلة أو أول، بل يواصل طلب العلم من المهدي إلى اللحد. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. الرسول بحاجة إلى الزيادة من العلم، إلى أن يعلمه الله عز وجل، فكيف بغيره؟ نحن بحاجة إلى الزيادة من العلم. فلا يقف الإنسان يظن أنه صار عالما، ومن ظن أنه عالم فهو جاهل كما يقولون، لكن يعتبر نفسه مبتدي وأنه ما أخذ من العلم إلا قليلا. ولما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر، عبد آتاه الله علما ليس عند موسى، ذهب إليه ليتعلم منه، فلما تعلم منه جاء عصفور فوقع على السفينة وغطى منقاره في البحر يشرب، فقال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا البحر. نعم، فالإنسان فالعالم لا يكمل نفسه ويدعي أنه صار عالم، بل عليه أن يواصل ويعتبر نفسه أنه بحاجة إلى العلم، وقل ربي زدني علما. هذا شيء. الشيء الثالث: على العالم أن لا يقتصر على نفسه ويقول: أنا الحمد لله أنا أسير على الطريق الصحيح وأعمل بالعلم ولا علي من الناس. لا، الله حملك هذا العلم ليس لك وحدك، وإنما هو لك ولغيرك، فعليك أن تبلغه للناس، ولا تخاف في الله لومة لائم،
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. فعليك أن تبلغه للناس. وقال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، تبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا الإنسان لم يبين للناس فمعناه أنه كتم العلم في صدره وفيه، وترك الناس يقعون في الضلالات والشبهات ويتخبطون في الدين ولا يرشدهم ولا يبين لهم، ويقول: أنا ما علي من الناس، أنا ما علي إلا من نفسي، كما يقول بعضهم. أو يقول له الشيطان هذا الكلام فيقبع على نفسه فقط. الله جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أنتم والحمد لله تأتون لمجالس العلم تحرصون عليها، وهذا شيء طيب، نسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتكم وأن يبلغكم ما تريدون من الخير والعلم. لكن ما يكفي إلا أن تبلغ ما تحملته، تدعو الناس، هذه وظيفة العالم، تدعو الناس. أول شيء تبدأ بالعقيدة، إصلاح العقيدة، ما تترك الناس على الخرافات وعلى الشركيات وعلى الجهل والبدع وأنت عالم إلى جنبهم أو ساكن وسطهم أو تصلي معهم في المسجد ولا تبدي شيئا. عليك أن تبين، هذه أمانة تحملتها فلا بد أن تؤديها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه أمانة تحملتها. أما الذي تعلم العلم لا للعمل ولا لا في نفسه ولا مع غيره، وإنما يتحمله ليقال هو عالم، يريد الفخر بهذا، فهذا جاء أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالذي يتعلم ليقال هو عالم هذا مرائي، وهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح، نسأل الله العافية. فالعالم يأخذ حذره ويعتبر أن ما معه من العلم أمانة في ذمته يؤديها للناس. ولهذا كان العلماء يؤدون العلم الذي عندهم ويعلمون إلى أن يدركهم الموت وهم في حلقات تعليم، لا يفترون عن التعليم، يبلغون الناس ويبينون لهم يوضحون لهم، حتى والواحد منهم على فراش الموت يبلغ ما عنده من العلم ويعتبر هذا أمانة في ذمته، لا يموت في ذمته شيء لم يبلغه. فهذا واجب عظيم على العلماء أن يبلغوا العلم. ولهذا قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهم يرحلون لطلب العلم، يرحلون لطلب العلم وتحمله. وهذا تنبيه أيضا على أن بعض الشباب الآن وبعض المحبين للخير لا يرحلون إلى العلماء ولا يلتقون بالعلماء، بل يقتصرون على التعلم إما على أنفسهم وعلى كتبهم، يقرأ ويحفظ ويراجع على نفسه ويتكون عالم في بيته وعلى كتبه. هذا غلط كبير، وهذا يؤدي إلى خطر عظيم، فقد يقع في فهم خاطئ وهو يظن أنه فاهم من الشيء هذا. فلا بد من العلماء والرجوع إليهم. أو بعضهم يتتلمذ على جهال مثله أو متعالمين فيوقعونه في الضلال والخطأ،
هذا لا يجدي شيئا. العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، ما يؤخذ عن المتعالمين أو عن المتحمسين على الجهل أو عن الكتب. كل هذا ما هو تحمل ولا هو تعلم. تعلم إنما يكون على أيدي العلماء، إما في الدراسات النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، وإما في المساجد ومجالس العلم التي يوجد فيها علماء، علماء ربانيون راسخون في العلم. فالعلم يؤخذ عن العلماء من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر عالم في الدنيا، يؤخذ عنهم العلم. على العلماء أيضا أن يقوموا بالوظائف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها، لأنهم ورثة النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في الصلاة، كان هو الخطيب على المنبر، كان هو الواعظ، كان هو المعلم صلى الله عليه وسلم، كان هو القاضي بين الناس، كان هو المفتي، كان هو المجاهد في سبيل الله عز وجل، هو قائد المسلمين. فالعالم يجب أن يؤدي من هذه الأعمال ما يستطيع. ما نقول يقوم بكل أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صعب، تتقطع دونه الجبال، لكن يقوم بما يستطيع، يقوم بما يستطيع من ذلك، والله يعفو عنه في الشيء الذي لا يستطيعه. فيقوم العالم بما ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الإمام في الصلاة، يكون هو الخطيب في الجمعة، يكون هو الواعظ، يكون هو المعلم، يكون هو القاضي، يكون هو المفتي، يكون هو المحتسب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذه بعض أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يأتي منها بما يستطيع. أما إن الإنسان يحجم ويخلد إلى الراحة والكسل، فهذا لا يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم. يجب التفطن لمثل هذا الأمر، والتزود من هذا الأمر، ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يجب على العالم أن يقوم به حتى يكون من ورثة الأنبياء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كتب الله أجركم شيخنا ووالدنا وغفر الله لكم. أسئلة الإخوة كثيرة، وهذا أولها. يقول السائل: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم؟ وهل من يتعلم الطب والطيران والهندسة وغيرها من العلوم بنية حسنة يكتب له أجر ما ورد في حديث من سلك طريقا؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، يعني مذمومة. المراد باللعن هنا الذم، فهي مذمومة لأنها متاع قليل، متاع عاجل، فالذي يقتصر عليها مذموم. أما الذي يتخذها للاستعانة بها على العمل للآخرة هذا محمود، أما الذي يقتصر على الدنيا فهذا مذموم. وهذا معنى ملعون، ملعون ما فيها، الذي يقتصر عليها ويعتبرها هي الغاية له، كأنه لم يخلق إلا للدنيا، يكون من الذين قال الله فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أن الذي يتعلم غير العلم الشرعي من الطب والهندسة والصناعة والعسكرية، فهذه أمور يحتاجها المسلمون، فإذا نوى بتعلمها أن ينفع المسلمين ويخدم المسلمين فهو مأجور على هذا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ومن الإعانة والإغنى للمسلمين عن الكفار، فيؤجر على هذا. لكن لا بد أن يتعلم دينه أولا، ما يروح لهذه الأمور وما عنده علم في أمور دينه،
لازم يتعلم الضروري، العلم الضروري من أمور دينه، أركان الإسلام يتعلمها، توحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، تعلم هذه العبادات وأحكامها وما يصححها وما يفسدها وما ينقصها، ثم بعد ذلك يذهب إلى التخصصات الأخرى. وإن واصل واستمر على طلب العلم الشرعي فهذا أفضل، هذا أفضل الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك فريق من الناس اليوم يتنقصون العلماء في الصحف والإعلام، وعندما نقول لهم إن لحوم العلماء مسمومة يقولون هذا لا دليل عليه، وإنما هو حجر عثرة تضعونه أمامنا لكي لا نتحاور معهم، فبماذا توجهوننا حفظكم الله؟ اقرأ عليه الآية، اقرأ عليه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، واذكر له سبب نزولها. سبب نزولها أن قوما تحدثوا في الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ورموهم بالجبن، ورموهم بالرغبة في الأكل والشرب، ورموهم بالكذب. وهذا هو الموجود الآن من هؤلاء الذين يمضغون لحوم العلماء، يتهمونهم بالكذب وأنهم هم صادقين في علمهم، ويتهمونهم بالجبن وأنهم ما يقومون بالواجب ولا ينكرون المنكر ولا إلى آخره. نفسه ما أشبه الليلة بالبارحة. فاقرأ عليه الآية واذكر سبب نزولها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما لا يخفاكم عقد بابا في هذا، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن، وأورد هذه الآية وسبب نزولها وشرحت في شروح الكتاب، فبين له هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في الآونة الأخيرة حصل اختلاف كبير بين بعض المشايخ والعلماء في فتاوى الأسهم والشركات المساهمة، ونتج عن ذلك تخبط الناس في هذه الأمور، فهل ترون يا فضيلة الشيخ لو صدر بيان مشترك من كبار العلماء حول ما يتعلق بهذه الشركات بعد دراستها؟ يا أخوان، هذه الأسهم وهذه الشركات لا تستقر على وضع معين حتى تدرس ويحكم عليها، كل ساعة وكل يوم وكل لحظة لها تغيرات ولها ابتكارات، مما يدل على أنهم يتسابقون في الحيل لابتزاز أموال الناس. نعم. فكيف تحكم عليها وهي تتغير وتغير باللحظة والدقيقة، يريدون إغراء الناس وابتزاز أموالهم، ما بعد ثبتت لأجل يحكم عليها. فلذلك أهل العلم لم يتكلموا فيها، أقصد أهل العلم المعتبرين الذين تؤخذ عنهم الفتوى، لم يتكلموا فيها لأنها لم تستقر. كل يوم كما تعلمون يظهر دعاية، يظهر شركة، يظهر مؤسسة، يظهر كذا، ودعايات في الصحف كلها من أجل ابتزاز أموال الناس، كما لا يخفاكم هذا. يعني كل يوم تبون العلماء يصدرون فتوى، كل يوم يصدرون فتوى عن ما يجد وعن ما يحصل في هذه الأشياء، ما يمكن هذا ما يمكن ولا يوصل إلى غاية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من تكلم على عالم واغتابه هل تكفي التوبة فقط لو كان العالم حيا؟ ما تكفي التوبة، لأن هذا حق آدمي، وإذا ظلمت أحدا في عرضه أو ماله أو جسده فلا بد أن تطلب منه المسامحة، تطلب منه المسامحة. فإن كان ميتا أو حيا لكن تخاف إذا بلغته أنه يشتد غضبه عليك أو أنه والمفسدة في ذلك أكثر، فإنك تتوب إلى الله وتثني على هذا العالم في المجالس التي ذممته فيها، تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، لعل الله أن يكفر عنك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا شاب متحمس ومغرم بطلب العلم الشرعي ولله الحمد، ولكن يمنعني من ذلك وظيفتي، ولله الحمد لست بحاجة ماسة إليها، فعندي دخل آخر، فهل أضحي بهذه الوظيفة لأجل العلم؟
هذا يختلف اختلاف الأحوال. إذا كنت محتاج إلى الوظيفة، مضطر إلى الوظيفة، فلا تتركها، ولكن اطلب العلم بحسب استطاعتك، في فترات، في إجازات، في اطلب العلم بحسب استطاعتك. أما إذا كنت في غنى عن هذه الوظيفة فكونك تتفرغ لطلب العلم لا شك إن هذا أولى وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في المقاطعة الاقتصادية لدولة الكفر التي استهزأت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن لهذه المقاطعة أثر واضح عليهم حيث أنهم عباد دنيا؟ هذا مثل ما ذكرنا، هذا مما يرجع فيه إلى أهل العلم وإلى ولاة الأمور، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منه. فالأمر بالمقاطعة من شأن ولاة الأمور، ويرجع فيه إلى فتوى العلماء الذين أسندت إليهم الفتوى في الأمور العامة والمصيرية. أما إن كل واحد يفتي وكل واحد، هذا لا يصلح، هذه فوضى. والإنسان اللي بيقاطعهم هو بنفسه كيفه، اللي بيقاطعهم هو ولا يشري من بضائعهم كيفه، حد مجبره يشري. أما أنه يصدر حكم عام يقول للناس لا تشرون قاطعوهم، ما هو بولي أمر هو يصدر ولا هو بعالم يصدر أنظمة ويصدر. نعم، هو بنفسه بكيفه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يسعى كثير من المفسدين سواء من الغالين أم من الجافين إلى إسقاط هيبة العلماء في نفوس الناس، ويحتجون بكثرة خلافاتهم فيما بينهم وأن لهم زلات، فما توجيهكم؟ يا أخي، هذا شغل المنافقين من قديم. المنافقون حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيه ويتنقصونه ويقولون فيه ما يقولون، قالوا في الصحابة، في الخلفاء، قالوا فيه. هذا شغل المنافقين. فهؤلاء الذين يعيشون الآن بين أظهرنا ويقومون بهذا العمل، هذا هو النفاق والعياذ بالله. وهؤلاء ورثة أهل السابقين، فلا نلتفت إليهم. والخلاف بين العلماء هذا أمر طبيعي، كل له اجتهاد، وكل له هناك أمور ما تحتمل الخلاف، مثل أمور العقيدة، الأمور التي نص الشارع على تحريمها، كتحريم الخمر، تحريم الزنا، وتحريم الربا، وتحريم الميتة. هذه أمور، هذه نص الشارع على تحريمها. هناك أمور نص الشارع على إباحتها، وأحل الله البيع، حل لكم صيد البر، وإذا حللتم فاصطادوا. هذه أمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالحرام البين يجتنب، والحلال البين يؤخذ، والمشتبه اللي متردد بين كونه حرام أو كونه مباح يتوقف فيه حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره. ولا يجوز لأحد أنه يتنقص العلماء إذا حصل بينهم اختلاف في أمر ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين، وإنما هو محتمل. فالعلماء لهم اجتهادات، كانوا يجتهدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويختلفون، الرسول لم يوبخ أحدا منهم بالأمور التي تحتمل الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما موقفنا نحن المسلمون من الهجمة الشرسة على نبينا صلى الله عليه وسلم سخرية واستهزاء؟ أولا نعلم أن هذا ما هو بشيء جديد، هذا موجود مع الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. المشركون والكفار واليهود والنصارى يتهجمون على الله جل وعلا ويتهجمون على الأنبياء، هذا شيء ما هو جديد. لكن موقفنا منهم ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، من كل الأنبياء. نحن لا نفرق بين الأنبياء، فلا نفرق بين من سب موسى ومن سب محمد صلى الله عليه وسلم، أو سب عيسى وسب محمد، أو سب محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء عندنا كلهم لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا ونحترمهم ونعزرهم ونوقرهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. هذا هو الواجب أن نعرفه، إن هذا الشيء أولا إنه ما هو جديد، وإنما هو من قديم.
يتكلمون ويسبون ويشتمون بل يقتلون، قتلوا الأنبياء، اليهود قتلوا الأنبياء، واليهود سبوا الله عز وجل، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، النصارى قالوا الله ثالث ثلاثة، الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، أعظم من هذا السب شيء؟ إذا كانوا سبوا الله بهذا السب فكيف لا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نعلم أن هذا تاريخ قديم ما هو جديد، وأن الله رد عليهم في القرآن، تتبع القرآن شوف مقالاتهم وكيف رد الله عليهم، فأنت رد عليهم بما رد الله به عليهم في القرآن والسنة. والله جل وعلا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فهؤلاء الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم سيذلهم الله، سيذلهم الله ويهلكهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله يغار لرسله، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يغار جل وعلا، فهم على سبيل هلاك. ولكن واجبنا أن نستنكر هذا، وأن نظهر الرد عليهم، وأن لا نقول إننا نتعصب لنبينا دون غيره، فلو سبوا موسى نسكت؟ لا، لو سبوا عيسى نسكت؟ لا، الأنبياء إخوة جميعا، كلهم إخوة، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات لا نفرق بين أحد منهم. وهذه عقيدة المسلمين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. يجب أن نعرف هذا في العقائد، هذا في كتب العقائد مذكور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من تتلمذ على أشرطة عالم من العلماء المعاصرين، هل يصح أن يقول إذا قرر مسألة قال شيخنا أو هذا رأي شيخنا؟ لا، قد يكون فهم أنه رأي الشيخ وهو ما فهم رأي الشيخ ولا مقصود الشيخ، فلا يجوز هذا، لا يجوز التتلمذ على الأشرطة، لا يجوز التتلمذ على الكتب، لا يجوز التتلمذ على المتعالمين، لا، كل هذا لا يجوز، ما هو طريق للتعلم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق بعض الكتابات على السيارات وغيرها بقول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أو إلا رسول الله، أو إلا حبيبنا، نحري دون عرضك، أو عرضي دون عرضك، نحري دون نحرك؟ لا بأس بذلك، هذا لا أرى أن فيه بأس، لأنه إظهار للغيرة وإظهار لانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنت إني ما أشجع على هذا، لكن لا أرى أنه محرم أو أنه ممنوع. نعم. حسن الله إليكم. يقول: عندنا معلم يقول للطلاب: اذهبوا للصالحين واطلبوهم أن يدعوا لكم، ماذا أقول له؟ نعم، طلب الدعاء من الصالحين أمر طيب، طلب الدعاء من الصالحين لا بأس به، لكن كون الإنسان هو اللي يدعو ربه أحسن له من أنه يطلب من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إخواننا أهل السنة في العراق يقتلون الآن في هذا الوقت وأثناء هذه المحاضرة، فما الواجب اتجاههم؟ الدعاء لهم، الواجب أن تدعو لهم بالنصر والتأييد، ولا تملكون أكثر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على المعذبين من أصحابه، على بلال وعلى عمار بن ياسر وأمه وأبيه ومعذبون، ويقول: اصبروا فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فإذا كان المسلمون لا يطيقون الانتقام من عدوهم فليس لهم إلا الصبر وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. الله لن يضيعهم أبدا، لن يضيع المؤمنين، وستكون العاقبة لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعرف العالم من غيره من القراء أو غيره؟ الله، يا أخي، العالم بين، ما هو خفي، العالم بين، إذا سمعت كلامه ورأيت الناس أيضا، الناس يقبلون على العالم أكثر مما يقبلون على غيره، فعلامات واضحة في العالم
من كلامه ومن إقبال أهل الخير عليه ومن أيضا تحريه للحق واستدلاله وكونه لا يفتي إلا بدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: سمعت البارحة حديثا في إذاعة القرآن سدد الله خطى القائمين.